بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. باب دتينا أغرتني باب كرة كيسوتي باب لا يذبح لله باب دت الرب فقالون انته بمكان يذبح فيه لغير الله. بكي أغرتني نما برآتي فقالنتي بكوان برآتي فقالنتي ربي فقالون انتيو ربي كينا أكجد سورة توبة آيات الإبا في سد كيستي: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. لا تقم جئ الرب الرسول إسات صلاة مسجد الضراج يعني مسجد وهي كورن منافقة إجارسا كيست صلاة لمسجد أسس على التقوى مسجد أغرتني صدى ربي طاع ربي إرت الآبة تويو قاف درا إرى إسا كيس الآبتشو إسا كيس الصلاة تحقا إسا كيس أمو إيرا أغرتني طهارا طهارتشو جالة تجرا ربي ور طهارا قبو جالة جئر ربي الرسول إسات عليه الصلاة والسلام. معنى آياتنا مال ينحى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله. رب رسوله في الأقاجرة مسجد الضرار كجل مكورن منافقا إجاري مسجد الضرار كجل مسجد ركو كورن منافقا إجاري مالف مسجد أغرتني قباء سني رانا مديبي سوف ور منافقا إجارتني رب التكفروف إيغاسي أمو رسول الله برباداً كوتا كيساً وصلاة جاني رسول غافتاً مسيدة كان إسني ماري رسول لهم بيني إرى إسني صلاة جاني بلماك أبني كيسا إسني صلاة إسني إبس جاني فنهى الله عن ذلك. ربي إنسان الرالوك رسول ربي مسيدة كيسا صلاة قبو مسيدة قبات مليك ور منافقة إجاري كنامتي ربي نكنا جئين والمسجد قباء كان ربي والرئيس كيس سجل اللي فارسي والشرك في النجس الرالي طهارما ربي إنما شركي كيس الرالي طهارمي نما نجس قباء كان الرالي طهارمي جالتا. أما واني آياتا تناقرتني إرى أرقن يوكين قياسني وكواني إزدت مدال ممالني وانوان بالآتف قباي أكما ربي مالي أقرتني بوان براتب قباه بك مسجد سمقا اتباساني في اللي اتصالاتون هنتهن بكيك علم اللي اغرتني وان براتب يو قباه اجت قلون هنتهو جتشو ارى ارقلنا منع الذبح لله في المواد في المواضع المعدة للذبح لغيره علم هنتهو بوتا رب ملك براتب قباه نما براتب اتقال نما براتب قلني تلياتن بكسانتي أجت ربي فقال جاني قالون هنتيو استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملامسة القاذورات ورنجس الراقل قلاه وانفكت الراقل قلاه ولين صلاة تبرباجس أما اللي ربي كأنك إسام ملت جال لك أبنى مجالتا إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أكما قرتني وار ربي نفنجل إسان جنة جنة كذي هدو دبنة ربي كأنه هنجالة أكا إسان ملوتي
أما اللي أكما زوني هذه آية تنرى أرقى النمال وضع فيك الفتنيت أحارات والفتش برباتشسا أما اللي واني وادلقني كوني نية رتل الرأمك أغاري اتباسني أكما وري مسيد الضرار وري منافق مسيد إجاري مقا غاري اتباسني فغاري تيوهن دن دين مالي في كيسي يعني إساني والنفاق تهب ربهم فلان إسان له نمني أغرتنيني يا إسات تلالما مالي أغرتني واني لالمو دلقا قبا جتش قبا مقا قبا خنق وفامتي. أما اللي كتانو أن ثابت من الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنظرك فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والحديث رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما ثابت من الضحاك. رب سرها جالة ثابت الران أضيف فمي نمنتك أقرتني رسول ربي قافت نمنتك رسول ربي قافت أن ينحر ببوانا. نذر رجل أن ينحر ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أني لفبوانا جنم تتكى إسيسا اتقالك على جنئي السلتي قلي جنئي رسول قافتين الرسول عليه الصلاة والسلام مال جنين واني نمني قبرو قرقراك دور جاهليون نقبرتو أشي جرتي جنين هنجرتو جنين صحابان. أما اللي إيني نمني اتياعي وقام بكسن اتقيدة قيقفة جرا جنان هنجرو. أما اللي رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جن إيقا كون انجراني سلتي كان كي قالك على بوانا في ديك على كجت سنقوتي فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله بل أكته واني أقرتني ما سياك ستي سلتي هنقلشن ما سياك ستي وسلتي قلن اللي قوتهم قبن لمن أما اللي وانو في أركان قبن كي ستي سلتي قبن سلتي قلن انت وانو في هندن دين كي ستي يعني الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ولقبا واني أديبني كنو في كيسا كمو مالين أبان حديثة كان أدهس وأنني نوهما جرو أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة نمني وهي أقرتني ربي تليا لجري قالك على جري مكبوتا وهي تتي يا دكسي قولي وجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أو وجد فيه؟ رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمتكني قافته الربي كي يدي أبوانت قال في ديك على جتو يا دي إني يا دو فيك أنا قافته جنان رسول ربي إيقسي إسر قافة بال إسر قافة واني درا واني مشرك توتا قبرا بوتا سنجيا واني نمني ولدت يا إيبوتا سنت أقرتني إيدا قيقفة جرا جاني قافة كنر أقرتني قل جتشو لقينا الرسول إيقسي ديمي أقرتني سلتي كان كيقوتي يعني. أما اللي إفقلني رسول ربي عليه الصلاة والسلام سلتين وما سياكي ستي قوتو ننتو. أما اللي وان أقرتني هندن دين وان نمتش سلتي ولوكو هندن دين وفي الركاهي أو وان أكنا أقرتني سلتي ولو في الراقي سجتشون هنتهو جتشو إتما الرسول ربي عليه الصلاة والسلام واني حديثك نرى أرقى النمال المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله. أمس أقرتني سلتي قوتون هنتهو بغطاء أقرتني دران واتقبر من أصواني سن اللي كأتش دي متاده. أما اللي بك دران جاهليون قبرتو اتياته سند ربي فتشت أقرتني ودرق جأني بك والروان بين اتياه سند سلتي وفي قوتون هنتايو. أما اللي نمني تقويو أقافة كما رسول ربي إرى أقرتني إبسة انكرت نمني تقويو صوفة واهين قونين دولت تقافة شو قبا
أما سوان شركتنا مقيسور رافقاتشتو برباتشسا أما اللي أكمسا ور مشركة إبادة أفضلقة إساني كيسد إسان فكاتشون هنتيو أن نظم لله في المكان الذي يضبه فيه المشركون ويتخذونه محلا لعيدهم معصية نمني بك تقو لك أيو أقرتني بك ور مشركة اتقر اتواقر يوكام بك إيد إساني اتواقر يكدلقي جرأك شريعاتي أما اللي أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء بها نمني معصيات القوار ربي جيبوهن قوتا يوهن أغرتني سلتي قبي وانسن قوتوهن قبو سلتي جلي قوتوهن قبو أكمسن نمني وانهن دن ديني وانهن دن ديني سلتي قبي فكينا فقبرا أغرتني هالكان قمني أن قبرا أغناتك يا ربي وقتي وانا كانان أغوتي وانهن دن ديني اللي سلتي قول وفي أغرتني قوتو اللي نمبر باجزو وانهن دن ديني وجوب الوفاء بالنذر خاليا من المعصية وان معصية را أقرتني كلاته سلتي قوت درقما يوم معصية را أما اللي سلتي اللين عبادة الرأي سلتي عبادة الرأي نما بالآتف كنون هنته ربي ملي سلتي نما بالآتف كنون هنته جاتشو كانان أقرتني واني نبر باجسو حديثة كان في آيات كانت رواني فلانو سلتي اللين عبادة الرأي ربي ملي نما بالآتف قلتشون أكنتان اللي رجي نجرة أما اللي أقرتني بكا شركين جرتوتي سلتي ربي فجعني ربي ما فو قلتشون هنتيو هنوان أقرتني قال ما في سلتي كيستي إبادة جاني وان ربي ملي كبير أقبرن بك بكبير آيتي قبرن سنت الرافقات شو قمنا ورا شرك الرافقات ورا أقرتني إبادة اللي مالي جتشو بيكو ربي نحاتاز يزو درس انتين تاكولة كيسو تارلالي أسيت الآباتي حاجة أغرتني درسي بالآتي والتي ديمنتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.